أكد على أن العملية الامتحانية في محافظة دير الزور بجهود كافة العاملين في مديرية التربية وبالتشاركية مع الجهات المعنية الأمور تمشي حسب الخطة الوزارية. الآن بدأت مديرية التربية بعمليات التصحيح لشهادة التعليم الأساسي. المادة اللي بدأت التصحيح فيها هي مادة الاجتماعيات. طبعا كان سلم التصحيح يتميز بالسهولة والبدائل الكثيرة، وهذا كله هذا يفرح الطلاب وأهاليهم إن شاء الله. والحمد لله طبعا في شغلة جديدة هون بتوجيه السيد الوزير، وجه أنه أي فكرة إبداعية جديدة تعتمد بسلم التصحيح وتعمم على كل المحافظات. الورقة تمر بثلاث مراحل، مرحلة الأحمر وهي التصحيح، ثم الأسود تدقق بالأسود وتراجع بالأخضر حسب التعليمات، بحيث أنه ما يضيع على طالب أي شيء، حتى الطلاب تأخذ حقوقها كاملة يعني. نتمنى إحنا أنه نتابع التصحيح بدقة حتى لا تضيع على مس أبنائنا الطلاب. وبالنسبة للأسئلة اللي كانت واضحة ومراعية جميع مستويات الطلاب، نتمنى للطلاب التوفيق والنجاح. صارنا يومين بلشنا بالتصحيح، الحمد لله الأمور جيدة، بس يلزمنا نقص بالكادر التصحيح لأنه قليل وقامين يجي متأخرين، مشان نروح أول شيء على المراقبة وبعدين نرجع على التصحيح.